بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور جمال عبد الفتاح، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن علاج الدوار الحركي والدوخة. لما بيجي لي مريض في العيادة وبيشتكي من دوخة أو دوار حركي، أول حاجة بسأله عن طبيعة المود أوف لايف بتاعه، يعني بياكل إزاي، بينام قد إيه، بيدخن ولا لأ، بياخد منبهات كحوليات، لأن الحاجات دي بتبقى سبب رئيسي في حدوث الدوخة والدوار الحركي. فلازم العيان مثلا ما ياكلش اكل فيه املاح كتير، لازم ياكل اكل صحي عشان لو عنده انيميا تتصلح. بيدخن لازم يبطل تدخين، بياخد منبهات او كحوليات او كده لازم يمنعها، لازم ينام عدد ساعات كافي عشان السهر الكتير برضو بيؤدي الى دوار حركي. بعد كده بنلجأ للأدوية، وكنا زمان بندي ادويه اللي هي بتزود ضخ الدم للمخ وكده، فلقينا ليها سايد افكتس كتيره وليها اثار جانبيه كتيره، فدلوقتي بنلجا للادويه مضاده للاكسده اللي هي بتحسن من استغلال المخ او خلايا المخ للاكسجين وللجلوكوز، وبالتالي الوظيفه بتاعت خلايا المخ بتتحسن وبتصلح الدوخه والدوار الحركي. أشكركم وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.